صباح الخير يا عسكري. اهلا مسيو لملوم بونجور. يا الواناتك يا اه لا في تالق يا الواناتك حاجه مبشره كده. انا متفائله انا كده اتفائلت 7-0 للاهلي. هنبدا بالمباراه طبعا زي ما كريم قال محليا ونروح للاهلي وبلديه المحله. ناس قالت لك دي مباراه تبدو سهله، حط ارقام هنا وارقام هنا واستعدادات هنا ودوافع هنا، هتلاقي اكيد الكفه اكبر للنادي الاهلي، عايز يعوض مؤجلات كتيره. صحيح. خساره كانت سيئه جدا لاخر مباراتين خاصه ببلديه المحله، خماسيه بصراحه كانت برضو صعبه جدا. صحيح. اكيد عندهم دوافع، اكيد اللعب المتوقع ان هم هيقفلوا برضو، هيلعبوا بشكل دفاعي بحت، الا لو النادي الاهلي زي ما كنت بقول في الانترو هيبتدي ان هو يحرز اهداف من الدقايق الاولى، فهيضطر ان هو يلعب بشكل هجومي عشان يعوض. ده يعني ده السهل البسيط، الرؤية البسيطة أو القراءة البسيطة. هل متوقع أداء مختلف؟ متوقع مفاجآت أخرى مثلا؟ تصريحات كابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الخاص بيهم كان كلها لو أنا عايز أخرج بنتيجة إيجابية، يعني وأنا أتوقع ده معناه أنه مش عايز خسارة كبيرة. أكيد طبعا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد ما فيش ماتش سهل. يعني المباراة بالنسبة يعني خلينا ناخدها من ناحية النادي الأهلي، النادي الأهلي طبعا بعيد تماما عن المباريات المحلية من تقريبا 89 يوم أو 90 يوم، 3 شهور يعني. بيرجع بقى للدوري او المباريات المحليه، كان يمكن اخر ماتش كان فقد نقطتين وقتها كان قدام سموحه، فمش عايز يفقد تاني. النادي الاهلي طبعا بيلعب على البطوله دايما، فما يهموش نزيف النقاط ده يحصل له. فالناس النادي الاهلي اللي بيلعب الفوز، في المقابل طبعا عنده منافس اخر ماتشين خسرهم، دخل مرمى 8 اهداف في ماتشين، من المصري 3 ومن سيراميكا 5، وكانت الخمسه دي كانت على ارضه، كان عملت له شويه مشاكل كتيره ان الفريق ما بقاش عنده رفاهيه الخساره حتى قدام النادي الاهلي. يعني حتى ممكن يبقى ايه في اضيق الحدود كده مرحب بالخساره، بس مش برقم كبير. يمكن حتى ده خلى الفريق ما عملش معسكر مغلق في مدينه المحله يعني زي ما بيعمل، وعملها في القاهره ابتعادا طبعا عن الجماهير والمشاكل او الصدمات اللي حصلت طبعا بسبب الامور دي. كل الامور دي بتخلي المباراه اكيد مش سهله. يعني النادي الاهلي كمان بلس عنده شويه غيابات، طبعا هو انا مش بعترف بصراحه بالغيابات مع الفرق الكبيره، اكيد الفريق الكبير بيبقى عنده في كل المراكز عنده بدايل، فحته الغيابات دي مش بعترف بيها قوي. لكن طبعا ضغط المباريات عند النادي الاهلي وارهاقه ما بين سفر طبعا للجزائر والعوده، وبعدين سفر لغانا والعوده، كل الامور دي بتعمل له اكيد طبعا ارهاق وضغط على اللعيبه. وان كان طبعا الحمد لله النادي الاهلي خلص التاهل خلاص، يعني مباراه الجوله الاخيره السادسه قدام يانج افريكانز مش اكتر من تحديد مراكز مش اكتر طبعا، وتعادل في صالح النادي الاهلي، والمباراه في القاهره تبدو سهله طبعا، لكن النادي الاهلي اكيد هيبقى حريص ان هو تاهل، يبقى حريص ان هو يتاهل في المركز الاول. مع العلم طبعا النادي الاهلي مش بتفرق قوي حته الاول والثاني دي، الهدف بالنسبه له هو التاهل. يمكن حتى من الصدف ان اخر 4 مواسم كان النادي الاهلي في دور الابطال يعني كان بيتاهل بصعوبه وبشكل دراماتيكي، وفي النهايه كان بيصل للنهائي. بس احنا مش عايزين برضو المشاهد دي يعني الصراحه، يعني هي بتبقى نوع من التفاؤل بس عند الجمهور ان هو النادي الاهلي مش بيحصل له شويه عصرات في دور المجموعات وبيتاهل من الجوله الاخيره ويعود من بعيد، والكلام اللي احنا بنقوله في الاخر يوصل في النهائي. مش عايزين نعود من بعيد، ما هو تاهل عايزين نعود من قريب. عايزين نبقى في القريب. هو سهل على نفسه يعني، تخيل لو كان النهارده مثلا كان التاهل مثلا الجوله الاخيره حاسمه في التاهل، كان يبقى في ضغط، والنهارده هيحاول اكيد هيبقى تفكير في المباراه القادمه الافريقيه هيبقى مأثر على مباراه البلديه، لكن كل الامور دي خلاص هو ريح نفسه. كويس ان هم ريحوا نفسهم وريحونا من الاول. بالظبط، ريح نفسه ويقدر يستعد بشكل اكبر لمباراة طبعا دور 16 لما تتعمل القرعه طبعا في عفوا دور الثمانيه في دور الابطال. بس تعالى نقف شويه عند حراسه المرمى، واكيد حضرتك خدت بالك من تالق مصطفى شوبير في الماتش الاخراني مع مديامة الغاني. الى اي درجه هذا التالق ممكن يبقى له انعكاسات على فكره مشاركه الزنفولي من عدمه؟ طبعا مشاركه الزنفولي من عدمه دي طبعا تعود للجهاز الفني، وان كان المركز ده تحديدا بيتطلب الاستمراريه، يعني اي مركز ثاني دفاع وسط هجوم بتلاقي ممكن يبدل يعمل يعني بيبقى بيريح لاعب يعني. بيجرب اثنين مع بعض، لكن ده تحديدا ما فيهوش الرفاهيه دي. بيبقى غالبا بيكون هو حارس مرمى لفتره طويله، عشان كده يمكن الفجوه كان اوجاب كبير جدا كان بين الشناوي وبين مصطفى شوبير، يعني الفرق رهيب بسبب المشاركات طبعا والكم الخبرات اللي عند الشناوي، وبالتالي مش متوفره عند مصطفى شوبير، عشان كده لما حصلت الاصابه ظهرت الفجوه دي في وقت ضيق. طبعا مصطفى شوبير هو موهوب بفطرته، اكتسب يعني اكتسب الثقه في نفسه من المباراه الاخرى، خصوصا الماتشات اللي لعبها كانت مباراه صعبه، مباريات صعبه يعني مباراه
شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر، لا ماتش صعب جدا مع فريق كان في حاجه للفوز وكان بيحاول يستغل ظروف الاهلي وغيابات الاهلي ان هو يصعد طبعا في وسط جمهور بالظبط طبعا، والجمهور طبعا جمهور